بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثالث من موضوع الانفورميشن كود راح نتكلم عن موضوع الشانل كودينج. الشانل كودينج شفناه يتكلم، يقول سورس كودينج، شانل كودينج، ترانسميتر. خلينا نشوف شنو الشانل كودينج. يقول detection and correction، error detection، even party والcheck party، لأني ما ندخل بيهن. ال error correcting codes، النوع الأول هو ال linear block code LBC، مهم جدا هذا النوع. ال linear block codes شنو يعني؟ ال D هو ال information code word، أنا عندي فد information يسميها دي، بيانات الداتا اللي هي دي 1 دي 2 دي 3 وتستمر الى دي معين دي كي، تستمر حسب الكود مالتي. اوكي، هذا شنو داتا؟ انفورميشن كود وورد. سيماتيك كود ات ذا اوتبوت وي هاف، يقول الاوتبوت مالتي هو ايش راح يكون؟ السيماتيك كود اللي هو سي. شنو هذا السي؟ السي هو عبارة عن الداتا الاعتيادية اللي هي موجودة عذراً اللي هي D1 D2 D3 اللي هي الداتا الدي نفسها. أوكي، اللي هي الانفورميشن بيتس. شو نضاف لها؟ التشيك بيتس اللي هي تشيك بيتس P1 P2 P3 إلى PR. إذا نشوف الداتا للكي اللي هي الانفورميشن بيتس، لكن التشيك بيتس المن الى ار، اذا صار عندي قيمه اسمها كي وقيمه اسمها ار، مجموعهم يسموها ان، يعني هذا الطول كله اسمه ان. اذا ان شي يساوي ار زائد كي، اذا الار شي يساوي ان ناقص كي. اوكي، اذا الار شي يساوي ان ناقص كي، دائما هو شي يعطي ان كي، يعطي الان الطول هذا كله مال السي ويعطي الكي اللي هو شنو؟ الداتا مالتي الانفورميشن بيتس. الافشنسي هي الكي اوفر ان. اوكي، هذا الار شنو؟ ان ناقص كي، ننتبه عليها، ان ناقص كي، هذا ان وهذا كي، دائما يطيب هالشكل. اذا عرفنا شنو الدي وعرفنا شنو السي. زين، استيماتيك شنو يعني استيماتيك؟ عمود موضح انه متسلسله، ديات دي 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 بي بي بي. اوكي، هذا يسموه استيماتيك. هنا نشوف دي دي بي دي، شوف اكو يعني مو كل مجموعه حده، لا مصايره تداخل، هذا النوع شو نسميه؟ نون استيماتيك. هنا نرجع على الجنريشن، شلون راح نسوي جنريشن اوف لوك بلوك كود. احنا عندنا التشيك اللي هو البارتي تشيك اللي هي بي 1 بي 2 بي 3 الى بي ار، والداتا هي الدي اللي هو الدي دي 1 دي 2 الى دي كي. يقول اكو معادله انه الاتش اتش في سي ترانسبوز، سي ترانسبوز هو مجموع ذوله مو تمام، ترانسبوز يعني الروسر كولوم، والكولوم يصير رو، إذا هو كولوم يصير رو، وإذا هو روش يصير كولوم. ننتبه إلى هالمسألة. في H وراح نعرف اسمه منو H، شو يساوي الناتج مالتهم؟ صفر. الـC عرفنا اللي هي الـD والـB، الـDK والـBR، تمام؟ هنا مهم ننتبه، K بالبداية وبعدين الـR اللي هي الـB، الـDK. الـH شنو الـH؟ الاتش هم ينقسم الى جزئين، جزء للكي وجزء للار، تمام؟ بالنسبه للار هو معادله، يعني سوري ماتريكس، يونيتي ماتريكس، يونيتي ماتريكس. اذا بالنسبه لهذا الجزء ار هو يونيتي ماتريكس اللي هي واحد 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 الى عدد الار، تصير مربع يعني ار ار. اذا مثلا نفترض الار 3، اذا ماتريكس 3 في 3 يونيتي ماتريكس، تمام؟
هذا الجزء مال ار. الجزء مال كي الطول مالته طول الكو يعني عدد الرو الرو الاول والثاني والثالث وال يعتمد على ار، لكن الطول مالته يعتمد على منو؟ طول الرو يعتمد على الكي. تمام؟ فش تصير؟ تصير المعادلة كالتالي، شوف انتبه، انه عدد الرو يعتمد على ار، شوف الرو الاول الرو الثاني الرو الثالث الرابع، هذا ار يحدده، شوف هذا ار، لكن الطول مالته من اللي يحدده؟ كي، اللي هو هذا الشكل. وهاي شو تكون؟ ماتريكس يونيتي ماتريكس تعتمد على ار، شوف هذا ار وهذا ار. تمام؟ زين هسه راح يوضح اكثر بالشكل هذا. اتش ننتبه زين، وانه اذا ضربناه في السي ترانسبوز شو نحصل؟ على صفر. اذا هنا أنا هذا الشكل اللي احنا قلنا عليه، هذا اتش وهذا سي وهذا يساوي لنا صفر. نهايه هذا الكلام يعني وصل الى مساله معينه بعدين نشرحها. هاي يحكي هنا عن موضوع نتكلم يذكرنا بالاند ويذكرنا بالاكسكلوزيف اور، اوكي، اللي مش شابهات صفر والمختلفات واحد. رح ناخذ مثال عمود نوضح الكلام اللي ذكرناه سابقا. مع هذا المثال قطة اتش، طبعا شلون نميز هذا السؤال؟ اول نط اتش يقول لي لينير بلوك كود، ماشي، يبدي يطلب مطالب معينة. هسه مثلا اول مطلب يريد من عندي الافشنسي. احنا نعرف الافشنسي اللي هو شيء قيمته كي على ان. شلون راح نطلع كي وان من المعادله هاي؟ اول شيء ان هو الطول مال الماتريكس كله، ايش قد الطول مالته؟ 1 2 3 4 5 6، اذا الان مالتي 6. ايش قد طول الكي؟ راح يقول شلون نميز؟ نقول نترك الكي نجي على ار، الار دائما تكون شنو؟ يونيتي ماتريكس. تمام؟ ايش قد هذا الطول؟ 3 صح؟ 1 2 3، اذا 1 2 3، اذا هذا هو ار، ار 3. اذا ار 3 وان 6 كي ايش قد؟ 3، اللي هن ذن اللي بقين. اوكي؟ هاي عمود ما يصير التباس بالموضوع. اذا عرفنا شلون نطلع الار وشلون نطلع الكي وشلون نطلع الان. اذا الافشنسي خلاص اللي هو كي على اليمن على ان يطلع ايش قد؟ الكفاءة. المطلب الثاني يقول correction bits المن للانفورميشن. زين شلون راح نجي؟ اولا احنا شقد الكي مالتي؟ 3، 1 2 3 صح؟ 3 كي. الار شقد؟ 1 2 3 عرفناه قبل شويه، عندنا هذا كي 3 وار 3، بعد ما يحتاج نرجع للماتريكس. تمام؟ فنقول الدي من 1 ل 3 والبي من 1 ل 3. القانون شو يقول؟ الاتش في اس ترانسبوز يساوي صفر. الاتش ننزلها نفس ما هي، السي هذا نسوي ترانسبوز يعني نسوي كولوم يساوي لنا صفر. اوكي، شو نسوي للتبسيط؟ للتبسيط عمود ما تصير تقول شلون جتي بي 1 بي 2 بي 3 شو يساوي؟ نجي على البي 1 باعتبار شنو؟ انه هذا البي 1 هو هذا والبي 2 هو هذا والبي 3 هو هذا، فناخذهم فنقول البي 1 والبي 2 والبي 3 يساوون. البي 1 شو يساوي؟ اللي هو هذا الرو الاول بس من جانب الدي، يعني فقط هذا الماتريكس. شو يساوي؟ دي 1 دي 2. عوفنا نبسطها اكثر، حاصل ضرب الماتريكس شنو؟ الرو الاول بالكولوم بالكولوم. اوكي، الرو الاول في الكولوم من اللي يبقى عندي؟ اللي هو هذا، اللي هو هذا صح؟ دي 1 هذا، دي 2 هذا، اوكي، دي 3 صفر ما يبقى، البي 1 يبقى والبقيه صفاره. اذا البي 1 شو يساوي؟ يساوي لنا دي 1 زائد دي 2. نجي على الرو الثاني نضربه في هذا السي ترانسبوز، الدي 1 صفر ما ينحسب، الدي 2 موجود اذا دي 2، دي 3 موجود، بي 1 صفر، بي 2 موجود، بي 3 صفر، إذا البي 2 شو يساوي لنا؟ مجموع دي 1 ودي 3 وهكذا. أوكي؟ البي 3 نفس الحالة. وضحت شلون نلقى البي 1 والبي 2 والبي 3؟ مهمة جدا ننتبه عليها شلون نلقاها.
انا شو اسوي من اريد احل؟ ريت اكتب بي 1 بي 2 بي 3 شو تساوي انه اتعامل فقط مع الماتريكس مال كي دي 1 دي 2 دي 3 في هذول يبقى بس الاول والثاني، هنا يبقى الثاني والثالث، هنا يبقى الاول والثالث، فبهالشكل على السرعه. شلون راح اسوي الكود تيبل؟ اوكي خلني هو مطلب سي يقول القى الكود تيبل، هسه اللي جاي خلص المطلب بعده يقول اريد الكود تيبل. الكود تيبل شلون اسوي؟ ننتبه كل الزين مع الرمز دي 1 دي 2 دي 3 دي 1 دي 2 دي 3 بعد بي 1 بي 2 بي 3. هذا الدي منين اجيبه؟ انا فرضه 0 1 0 1 0 1 صفرين وحدات 2 4 اصفاره 4 وحدات مفرضيه اعتياديه شلون كنا نفرضها سابقا بالتقنيات، اوكي؟ ماشي يعني 0 1 2 3 4 الى 7. زين. هذا شلون راح نلقاه؟ البي 1 شو يساوي؟ يساوي جمع الدي 1 والدي 2، دي 1 ودي 2 صفر 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 واحد واحد، ننتبه كل زين صفر واحد واحد لان واحد زاد واحد واحد، جاي احكي بالتقني تقني باينري، واحد زائد صفر واحد، واحد زائد صفر واحد، واحد زائد واحد اثنين، شلون تكتب الباينري؟ صفر واحد نترك الواحد شناخذ فقط الصفر، واحد زائد واحد شقد؟ اثنين، شلون تكتب الباينري اثنين؟ هذا اثنين، واحد صفر، فاحنا شو نسوي؟ ناخذ فقط الصفر والواحد نتركه، فنكتب الصفر، اوكي ننتبه عليها، جمع باينري مو جمع اعتيادي، هذا هسه طلعت فقط البي 1، انت طلع البي 2 طلع البي 3 لان هذول معادلات، اوكي؟ زين، شلون راح نحسب الاوميجا اي؟ اللي قلنا هو مع يعني شو يمثل الاوميجا اي؟ عدد الواحدات اللي موجوده بكل الرو يعني بكل هذول بحهم، فنجعل اول اكو واحد لا ماكو نخلي شخطه، ما نكتب صفر نخلي شخطه. زين اللي بعده ايش قد الواحدات الموجوده هنا؟ عددين ثلاثه، اوكي. ايش قد الواحدات اللي موجوده هنا؟ ايضا عددين ثلاثه، ايش قد الواحدات الموجوده هنا؟ اربعه، وهكذا الى الاخير، اوكي؟ هذا يسمونه الهومينج ويت، اوكي؟ زين اقل واحد ايش قد؟ ثلاثه، اذا نقول المينيمم مالته هو ثلاثه. المينيمم مالته هو ثلاثه. زين المطلب يقول اريدك ترسمها، ترسم ماشي. شلون نرسم؟ انا الداتا اللي عندي هي دي 1 ودي 2 ودي 3 صح؟ اذا دي 1 هي راح تروح دي 1 ودي 2 دي 2 ودي 3 دي 3 تمام ما عندي اشكال بيهن، لكن بي 1 وبي 2 بي 3 منين اجيبهم؟ البي 1 هو عندي معادلته من الاول والثاني، البي 2 من الثاني والثالث، بي 3 من الاول والثالث، فشوف الرسم انه جمع جمع جمع. شي يعطيني السي اللي هو شنو؟ الكود وورد ريجستر. هاي احنا شنو؟ طبقنا المطالب اللي هو يريدها. هذا شنو؟ دائما ويا الاتش اتش راح تكون المطالب تقريبا. اوكي انتبهنا شلون جصير العمل؟ هذا مهم جدا، هذا بروسيجر يعني احنا نخليه ببالنا، هاي الطريقة من يقول لي هذا اتش واريد من عندك هيتش وهيتش وهيتش، احنا لازم تكون عندنا هذا البروسيجر موجود بالطرق الحل. اللي نعتمدها هنا يتكلم عن المتفيد جنريتر ماتريكس اللي هو جنريشن اوف الجزء الثاني من هذا النوع الجنريشن ماتريكس. الجنريشن يعني راح اتعامل مع الجي، سابقا اتعامل مع اتش هسه مع جي. الداتا هي نفسها اوكي، الدي هو نفسه، لكن سابقا كان اكو شيء اسمه اتش هسه اكو شيء اسمه جي. السي شي يساوي؟ ننتبه على السي. السي شي يساوي؟ الدي في الجي. السي شي يساوي؟ الدي في الجي. هاي ننتبه على ذني. هذا وين؟ بالجنريشن ماتريكس. منين تتكون الجي؟ الجي هي تقريبا عكس الاكس، عكس الاتش، عكس الاتش. ننتبه شلون جصير. يقول الكي هو اليونيتي ماتريكس، يعني ك 2 في 2 3 في 3 4 في 4 يحددها منه الكي. انتهينا. بعد الجزء الاخر الطول مالته منه يحدده ار،
إذا نشوف اليونيتي ماتريكس كي في كي اللي هو كي في كي يونيتي ماتريكس. البقية شنو؟ R اللي هو هذا R باعتبار دائما هذا كي هذا R إذا هذا كي. انتهينا؟ عرفنا شلون نميز؟ إذا لازم نفرق ما بين H و G. شفنا إنه بالعكس. شلون يعني بالعكس؟ هذا نفس الكي وهذا نفس الR لكن هناك كان اكو سابقا R. الفرق هسه هنا شكو هناك كي. تمام؟ واضحة؟ هنا صار ايدنتيتي ماتريكس اللي هي اليونيتي ماتريكس بالاتش كان بهالموقع. فهنا يوضح الفرق ما بين الجي اللي هي هاي والاتش اللي هو هذا. اوكي؟ اذا انا عندي اتش ويريد من عندي جي شو اسوي؟ اذا انا عندي اتش ويريد من عندي جي شو اسوي؟ اجي اولا اجعل الايدنتيتي ماتريكس اللي هو شي يمثل لي R في R صح؟ تمام. وهذا شي يمثل لي R و K صح؟ تمام. ال K مالتي شقد؟ 3. إذا أجي أسوي identity matrix 3 في 3 اللي هي هذا unity matrix 3 في 3. تمام. إذا صار هذا K وهذا شنو؟ K. إيش بقى عندي؟ R. زين ننتبه هنا على هالمسألة. إذا هنا هذا كان K صح؟ شلون أجيبه هنا وهو هذا R؟ لازم شو أسوي؟ أقلبه، أخذ الترانسبوس مالته، يعني شنو الترانسبوس مالته؟ يعني نجي على الرو الأول راح يصير الكولوم الأول. نجي على الرو الثاني راح يصير الكولوم الثاني. نجي على الرو الثالث يصير الكولوم الثالث. أوكي؟ انتبهنا شلون نحول الجي ال H إلى G والعكس صحيح من G إلى X. يعني شلون؟ إيش قد اليونيتي ماتريكس 3 في 3؟ إذا 3 في 3 صار هذا R وهذا R. زين هل يمكن إنه هذا يبقى نفسه هنا؟ لا غير ممكن لأن راح تنقلب ال R وال K. فأجي شو أقول؟ الكولوم الأول يصير الرو الأول. الكولوم الثاني يصير الرو الثاني، والكولوم الثالث يصير الرو الثالث، أوكي؟ وهكذا. إذا هسه عرفنا نحول ما بين G و X. وهذا مثال ثاني التحويل. شوف هنا اليونتي ماتريكس 4 في 4 بس هذا K، إيش قد ال R؟ 3 في 3. فننتبه ال R 3 في 3. شوف إحنا ما نعتمد نقول 4 في 4 خلاص إذا هذا 4، لا لا، لأن هذا R هذا K. فنجي نقول إيش قد ال R؟ 3. إذا اليونتي ماتريكس 3 في 3. اذا ايش بقى عندي؟ هذا هذا صح، هذا هنا لازم اسوي له ترانسبوس. اذا الكولوم الاول يصير الرو الاول، الكولوم الثاني يصير الرو الثاني، الكولوم الثالث الرو الثالث. انتهينا؟ خلاص هاي عمود من عمود نعرف شلون نتعامل ويا اتش وجي. ديكودينج اوف جزء اخر، هسه نتكلم عن موضوع اخر اللي هو ديكودينج اوف ال بي سي. يقول الـ received word اللي راح توصل هو عبارة عن C زائد E. يقول الـ C هو الـ الإشارة اللي رسلت، والـ E هو الـ error اللي راح يصير. إذا كان الـ E صفر خلاص يعني ما عندي أي error، لكن إذا كان إلى فت قيمة إذن أكو error. راح يستنتج أنه يعني يشتاق شنو يوصل إلى مسألة. يقول إحنا سابقا نعرف أنه كل H في C transpose هو صفر صح؟ أوكي، لكن H في R transpose اللي ال R هو شنو؟ اللي هو هذا ال R اللي هي received word، شي يساوي لنا S، وشي يساوي لنا؟ يساوي لنا H في ال error transpose. إذن هاي ننتبه عليها هاي القانون. إذن هذا القانون نعرفه، هذا القانون الجديد إنه ال S اللي هو يسميه ساندروم. هنا نلاحظ إنه يسميه بمن؟ ساندروم. إذن ساندروم هو ال H في R transpose، وايضا ممكن انه نقول هو H في E ترانسبوس. المهم ال H في الثاني ترانسبوس ماشي، لكن فقط اذا ضربناه في C يعطينا صفر، C ترانسبوس يعطينا صفر. هذا شيء يسموه قلنا ساندروم. انتبه على هذا الموضوع مهم. الديتكشن ايرور يعني خلي نعرف ايش قد الايرور الموجود عندي بال بال بالاشاره. من اللي يحدده؟ الأوميجا آي، أقل أوميجا آي ناقص واحد. يعني مو أطلع الأوميجا نفس ما تعلمنا سابقا بالإتش،
انقص منه واحد، يعني سابقا طلع لي ثلاثة، ثلاثة ناقص واحد اثنين، ايش قد اقدر اصلح؟ ايش قد اقدر اصلح من الاشارة؟ هو اثنين ناقص تقسيم اثنين واحد، عدد صحيح واحد، خلاص. اذا اقدر اصلح فقط موقع واحد. اذا اقدر، انا عندي خطئين بالارسال، لكن اقدر اصلح فقط واحد استنادا الى هذا القانون. اذا هذا اقدر اطلع من عده عدد الاخطاء، وهذا العدد اللي ممكن انه انا اصلحه. اوكي، فنشوف هذا المثال مطيني الجي، ماشي بالجي ماتريكس. شو يريد من عندي؟ الكود تيبل، ماشي. وبعد الاوميجا اي مينيمم، واريدك تعرف ليش قد الايرور، وش قد وصلح، وش قد تقدر تصلح، ماشي. هذا المطلب الاي، تمام. انا عندي الداتا اللي هي دي من واحد الى ايش قد، لازم ارجع على جي. شوف شلون عرفت اربعة، هذا مو كي، اللي هو هذا كي، هذا ار، وهذا كي، صح. الكي ايش قد؟ اربعة، خلاص. اذا الدي من واحد الى اربعة. انتبهنا شلون استفاد من القوانين ومن هاي الشغلات البسيطة؟ زين، بعد شنو اطلع السي؟ السي شي يقول القانون؟ الدي في الجي، صح، حفظناها سابقا، ذكرناه. الدي في الجي، خلاص الجي موجود عندي، الدي هو هذا، تمام، ماكو لا ترانسبوس ولا، هذا قانون ثابت، الدي في الجي نحفظه نفس ما تعودنا. بما انه هذا التان يعني يونيتي ماتريكس، اذا دي 1 دي 2 دي 3 دي 4، ماشي. اللي بعدها دي 1 موجود، دي 2 ما موجود، دي 3 موجود، دي 4 موجود، باعتبار هو الرو في الكولوم والرو في الكولوم والرو في الكولوم، واحنا نعرف انه الرو في الكولوم يعني نجمع اللي بيناتهم، اوكي. فنشوف دي 2 زائد دي 3 زائد دي 4، دي 2 دي 1 زائد 2 زائد 4 زائد 4، ماشي. فنشوف انه هذا وهذا وهذا قوانين معادلة، اوكي. اذا نجي نسوي جدول من ديوان الى اربعة، من ديوان الى يعني من بي 1 الى بي 3، ليش ثلاثة؟ باعتبار واحد اثنين ثلاثة، لان الار ثلاثة، اوكي. انتبه، هو مجبور انتبه الشكل يطلع لك ثلاثة، بس عمود نوضح، ماشي. فنجي نفرض هذا صفر واحد صفر واحد صفر واحد للاخير، صفرين واحدين للاخير، اربعة صفار اربعة واحدات للاخير، ثمان صفار ثمان واحدات، اوكي. نجي البي 1 شي يساوي لنا؟ يساوي لنا مثلا الاول والثالث والرابع، نفس اللي نفس السابق تماما، عود نقلل بالوقت، نفس السابق تماما، ولا ننسى الجمع باينري، يعني واحد زاد واحد اثنين، اثنين صفر واحد، الواحد يهمل، ايش ناخذ؟ الصفر. زين، واحد زائد واحد اثنين زائد واحد ثلاثة، يعني واحد واحد، فناخذ واحد والواحد الثاني يهمل. مثلا خلينا ناخذ حالة يكون بهالشكل، الحالة الأخيرة، الحالة الأخيرة واحد زائد واحد زائد واحد، لأن كلهم ثلاثة، فيطلع واحد واحد واحد، تمام. نجي نحسب الأوميجا، عدد الوحدات اللي موجودة بكل الجدول، هذا واحد، فنشوف الأخير سبعة، لأن سبع وحدات، أوكي. هو يقول اختار المينيمم، المينيمم ثلاثة ناقص واحد، يعني البت، يعني detected errors اثنين بتس، يعني أنا عندي مكانين بهن خطأ، إذا قسم اثنين على اثنين يعني واحد، إيش قد أقدر أصلح؟ فقط واحد. الكوركتد ايرورز هو واحد، أوكي. شوف هنا يذكر لك انه ال H في هذا صفر، ال D في ال G يساوي لنا صفر، الساندروم هو ال H في R T، هذني ال P1 وال P2 وال P3 شي يساوون، هذا عمو شنو؟ يعني يعرف الحل، المينيمم والهذن اللي طلعناهن. مطلب ثاني يقول ايش قد الساندروم اذا كانت الايرور بالاخير ليست، اوكي. فالاي يعني اخير واحد هو الايرور، خلينا واحد، فايش قد راح تطلع؟ نقول اتش في اي ترانسبوز. شوف اتش في اي ترانسبوز، السؤال ايش كان؟ كان جي، لكن انا بسبب انه الساندروم
قانونه يقول H لازم نحفظهن. هذا اللي قلنا عليه H في R ترانسبوس أو H في E ترانسبوس. هو هنا H E ترانسبوس لأن هو يقول لي signal error in last position، فنحول ال G إلى H. شوف تحولت ال G إلى H، صارت بهالشكل. تمام، ننتبه عليها جدا، يعني انتبهوا. هذا نسوي ترانسبوس، نجي نضرب الرو الأول بالكولوم الأول فقط، الأخير يطلع اللي هو صفر، يطلع صفر. الرو بالكولوم بس الأخير يطلع صفر صفر. الأخير هنا واحد، في واحد واحد. أوكي انتبهنا. إذا هذا الموقع هو الإيرور، بعدين راح نعرف شنو هذا، يعني هذا الموقع هو الإيرور. هو طالبة فقط هذا ساندروم، طلعت له ساندروم. أوكي يقول إذا كان بالبداية وبالأخير، بالبداية وبالأخير يعني شنو؟ الرول الأول بالرول الأخير، سوري الرول الأول بالكولوم. الرول أو يعني من راح يطلع الأول والأخير؟ واحد وصفر واحد، الأول والأخير صفر وصفر صفر، واحد بواحد جمع واحد، واحد وواحد اثنين بس باينري، يعني صفر واحد، فنكتب الصفر والواحد يهمل. ننتبه زين. أوكي زين، بعدين يقول إذا أنت جتك داتا وكانت الداتا ريسيفت هالقد، هو مطيها الار صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر، الترانسبوس اذا سواها بهالشكل يضربها في اتش. فنشوف هنا ما نقدر نفذ ذني كذا سهلات هسه، لا نقول واحد في صفر صفر، صفر في واحد صفر، واحد في صفر صفر، واحد في واحد واحد، واحد في صفر صفر، صفر في واحد صفر، صفر في صفر صفر، ايش قد اذا الناتج واحد، وهكذا على الثاني وهكذا على الثالث. اوكي لا ننسى باينري، نشتغل كله باينري. اذا طلعنا واحد واحد صفر، نجي واحد واحد صفر واحد هياته، شوف هذا الرقم واحد واحد صفر مو يشبه هذا، اذا هذا هو الموقع بخطأ. زين هذا الموقع اللي هنا بمن كان مضروب؟ مو كان مضروب بهاي الصفر؟ صح. اوكي اذا واحد اثنين، الثالثة ش كانت؟ نقلبها، اذا كانت واحد تصير صفر، واذا كان صفر شو تصير؟ واحد. لاحظ صارت واحد، يعني صلحنا هذه المنطقة فقط. اوكي صلحنا هذا اللي هو الصفر هذا، فكتبنا واحد يعني افضل، هسه صلحنا. هذا المقصود بالموقع مال السندروم، انه هذا يشبه هذا. اذا منو هذا؟ هذا بمن ينضرب؟ هذا الرقم هو اللي ينضرب بالثالث، لأن بما أنه هو الثالث يعني هذا الرقم الثالث. إيش كان ينقلب إذا كان صفر واحد والعكس صحيح؟ هنا يريد من عندنا رسم، فعمود يوضح الرسم، فطلع الساندروم أنه هو يساوي مجموع الأول والثاني والثالث والرابع، يعني هنا نفس العمل السابق بس يطلع الساندروم S1 S2 S3 ويرسم. فيقول الآرات هنا من R1 إلى R7، ال S1 و S2 و S3 كل واحد إلى مجموعة حسب المعادلة. أوكي زين، توقع راح انهي العمود، نكون نشرح ذنيتش أيضا شوية بدقة أكثر. نعتذر أخرنا شوية بس عمود نوضح المسألة بشكل صحيح. موفقين إن شاء الله، وراح أكمل الجزء الرابع.